أهلا بك محسن وأهلا بكل مشاهدي قناة ميديا تيفي. إذن البداية من هنا من طنجة مع اتحاد طنجة الذي يستعد على ما يبدو للاعبين الكبار هذا الموسم. نعم محسن، حيث ذكرت مصادر مطلعة على قناة ميديا تيفي أن مباراة اتحاد طنجة وأتلتيك بلباو الودية والتي تندرج في مبادرة تشالنج الدوري الخاص بالليغا الإسبانية والهدف إلى تعريف كرة القدم الإسبانية عبر العالم، هذه المباراة إذن تم إلغاؤها بعد تراجع النادي الباسكي. هذا وذكرت نفس المصادر أن ريال سوسيداد الذي يدربه الإنجليزي ديفيد مويس سيعوض مواطنه بلباو في هذه المباراة بعد أن توصل إداريو سوسيداد إلى اتفاق نهائي مع الشركة المنظمة على إجراء اللقاء على أرضية الملعب الكبير لطنجة يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل. إلى كرة القدم الأوروبية بسام، هل مدد تشيلسي عقده مع المدرب مورينيو؟ بالفعل هذه هي الأخبار الصادرة من إنجلترا. إذا مدد فريق تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مدد عقد مدرب البرتغالي جوزي مورينيو لأربع سنوات بحسب ما ذكرت صحيفة إيفنين ستاندر البريطانية اليوم الثلاثاء. وأضافت الصحيفة أن راتب مورينيو سيبقى 5,800,000 يورو سنويا، ويتوقع أن يعلن عن تمديد العقد قبل انطلاق الموسم المقبل. وأحرز الفريق اللندني لقبي الدوري الممتاز لأول مرة منذ 2010 وكأس الرابطة على حساب فريق توتنهام الموسم الماضي في الولاية الثانية للمدرب المميز في ملعب ستانفورد بريدج. وكان مورينيو قد وقع عقدا لأربع سنوات في 2013 بعد إشرافه لثلاث سنوات على فريق ريال مدريد الإسباني. أكد رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم سيرخيو خابويا اليوم الاثنين أن الأرجنتيني خورخي سامباولي باق في منصبه مدربا لمنتخب تشيلي حتى مونديال 2018 في روسيا. وقال خابويا أن سامباولي لن يذهب واستمراريته مؤمنة حتى مونديال 2018 في روسيا. وكان سامباولي قاد منتخب تشيلي السبت الماضي إلى إحراز لقب كوبا أمريكا على حساب منتخب الأرجنتين بضربات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي. من جهة ثانية، أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لويس سيغورا أنه لا يتفهم الانتقادات الموجهة لليونيل ميسي، مشيرا إلى أنها إذا دفعت اللاعب لاعتزال اللاعب دوليا سيكون الوضع مؤسفا. وقال سيغورا في تصريحات صحفية أنه لا يتفهم من يشكك في ميسي وأنه ظلم بين. ويتواجد ميسي حاليا في روزاريو بولاية سانتا في بوسط الأرجنتين، حيث يقضي عطلته الصيفية مع عائلته محاولا تجاوز خسارة نهائي بطولة كوبا أمريكا أمام تشيلي. علما أن ميسي أكد عبر حسابه على موقع فيسبوك أنه لا يوجد ألم أكبر في كرة القدم من خسارة مباراة نهائية، لكنه يريد أن يوجه شكره لجميع من دعمه في الأوقات الصعبة. والآن إلى حيز هام خصصته بسام لدوري ويمبلدون للتنس، تبدأه بالنتائج. بالفعل محسن، حيث انتفض الصربي نوفاك تشوكوفيتش المصنف الأول وحامل اللقب، وتفوق على المنافس الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في بطولة ويمبلدون للتنس بثلاث مجموعات لاثنتين 6-7 6-7 6-1 6-4 و7-5 ليتأهل إلى دور الربع للمرة 25 على التوالي في البطولات الأربعة الكبرى اليوم الثلاثاء. وفاز أندرسون بأول مجموعتين أمام تشوكوفيتش أمس الاثنين، ثم أدرك اللاعب الصربي التعادل قبل أن يتوقف اللاعب بسبب ضعف الإضاءة، واتجه اللاعبان إلى الملعب لاستئناف المباراة اليوم الثلاثاء، لكنه طول الأمطار أعاد كل منهما إلى غرفته. معاد تشوكوفيتش لمواجهة الصعوبات أمام أندرسون عند استئناف اللاعب بعد توقف 16 ساعة و33 دقيقة منذ النقطة الأخيرة ليوم أمس. ولدى السيدات تأهلت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الرابعة، تأهلت لدور نصف النهاية بعد انتصارها على الأمريكية كوكو فاندويغ بمجموعتين لواحدة 6-3 7-6 و6-2. ورغم فوز شارابوفا المصنفة الرابعة بالمجموعة الأولى على الملعب الرئيسي، فإنها تعثرت في الثانية أمام منافستها الأمريكية، وهي اللاعبة الوحيدة غير المصنفة التي تأهلت لدور الربع. you
وستواجه شارابوفا في مباراة نصف النهاية الأمريكية سيرينا ويليامز المصنفة الأولى والتي انتصرت على فيكتوريا أزارينكا في مباراة مثيرة بعدما عدلت أخرى بمجموعة إلى انتصار بمجموعة للواحدة 3-6 6-2 و6-3، وأصبحت سيرينا على بعد انتصار فقط من التتويج بلقبها 21 في بطولة الجراند سلام واللحاق بصاحبة الرقم القياسي الألمانية شتيفي غراف. قابلت الدورة ذاته أيضا البولونية أنيسكا رادوانسكا المصنفة في المركز 13 بعد فوزها على الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 21 بمجموعتين لواحدة وبواقع 7-6 3-6 و6-3. وضربت رادوانسكا موعدا في الدور المقبل مع الإسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة 20 والتي انتصرت على السويسرية تيميا باتشينسكي المصنفة 15 بمجموعتين ل 0-7 5 و6-3. نتعرف معك بسام أيضا على أخبار القميص الأصفر وطواف فرنسا للدراجات المرحلة الرابعة. نعم محسن، حيث انتزع الألماني توني مارتن القميص الأصفر بعد إحرازه المركز الأول في المرحلة الرابعة لطواف فرنسا الدولي للدراجات تور دو فرانس والتي ربطت اليوم بين مدينتي سيرانغ البلجيكية وكومبغي الفرنسية على مسافة 222 كيلومترا. وقطع مارتن مسافة المرحلة في زمن قدره 5 ساعات و28 دقيقة 58 ثانية متقدما بفارق 3 ثوان على كوكبة من 34 متسابقا تقدمه مواطنه جون دينغلوب والسلوفاكي بيتر ساغان والبلجيكي غريغ فان إيفرمياتس وبينهم الرباعي المرشح بقوة لإحراز لقب الدورة هذا العام الإيطالي فيتشينزو نيبالي بطل العام الماضي والبريطاني كريس فروم بطل 2013 والكولومبي نايرو كنتاتا والإسباني ألبرتو كونتادور. وانتزع مارتن صدارة الترتيب العام بفارق 12 ثانية أمام فروم، فيما ظل كونتادور في المركز الثامن بفارق 48 ثانية عن صاحب القميص الأصفر. أعلنت منظمة الملاكمة العالمية أمس الاثنين تجريد الأمريكي فلويد مايويذر جونيور من لقب وزن الوسط الذي فاز به بعد تغلبه على الفلبيني ماني باكياو هذا العام بسبب عدم اتباع اللوائح. وقالت المنظمة في بيان إن مايويذر الذي تغلب على باكياو في مايو الماضي فيما سمي بنزال القرن لم يسدد مبلغ 200,000 دولار في الموعد المحدد بعد المواجهة وقرر تجريده أيضا من لقب خفيف الوسط. وأضافت المنظمة أن اللوائح تمنع الجمع بين ألقاب عالمية في أوزان مختلفة وأن مايويذر كان يتعين عليه اختيار الوزن الذي سيحتفظ بلقبه. وكان أمام مايويذر الذي حقق 48 انتصارا دون هزيمة في مشواره كان أمامه حتى يوم الجمعة الماضي لإبلاغ المنظمة العالمية بموقفه. تلقى منتخب فيدرالية ميكرونيزيا وهو أرخبيل من الجزر في المحيط الهادي تلقى هزيمة قياسية قبل ساعات بنتيجة 46 هدفا دون مقابل أمام منتخب فانواتو في التصفية الأولمبية. ميكرونيزيا ليست عضوة في الاتحاد الدولي لكرة القدم وكان المنتخب المشارك لتحت 23 سنة وبالتالي قد لن يسجل الرقم القياسي رسميا لكنها تبقى أثقل هزيمة دولية على الإطلاق. هداف المباراة كان جون كالتاك الذي سجل 16 هدفا لمنتخبه المصنف في المركز 200 عالميا. يشار إلى أن هزيمة ميكرونيزيا أمام فانواتو كانت الثالثة على التوالي حيث تلقى هذا الفريق 114 هدفا في 3 مباريات فقط.